بونجور لي زامي، شحال من واحد تيسمع لا كونجوغيزون تيتخلع؟ حيت بصح الفرنسي فيها بزاف ديال الازمنه، الفرنسي فيها تقريبا 18 ديال الازمنه، يعني ماشي بحال اللغه العربيه، اللغه العربيه فيها غير ثلاثه، يعني الماضي والحاضر والمستقبل، اما الفرنسي يعني فيها بزاف، ولكن ما تخلعش، هاد الازمنه ديال اللغه الفرنسيه بزاف منهم تيتستعملوا في الكتابه، اما الهضره فقط تيتستعمل لو باسي ولو فيتور سامبل اي لو بريزون. بون ولكن اول حاجه يعني اللي خاصك تبدا بها وخاصك تعرفها هي لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار، يعني وقتاش تيتستعملوا وكيفاش تفرق بيناتهم. بون نبداو. لو فيرب اتر اي جينيرالمون اوتيليزي بور اكسبريمي ان ايتا او بيان اون اتيتود او بيان اون اكسيون. بون الفعل اتر وهو تعبر على انا، جو سوي انا جو سوي، تعبر على انا وتستعمل بزاف باش تعبر على واحد الحاله، الحاله ديالك او شنو تدير او الوضعيه ديالك فين نتايا. المهم تعبر عليا وعليك وعليه، ياك؟ يعني مثلا تنقولوا انا فرحان، جو سوي كونتون، هذا هو لو فيرب اتر، انا فرحان، انا شخصيا، انا عيان، انا مسافر، يعني هادو تستعمل فيهم لو فيرب اتر. يعني وهو جو سوي، لو فيرب اتر، توي، إلي، انا فرحان، انا عيان، جو سوي فاتيغي، انا مسافر، انا في الطريق، انا مبرزط، انا معطل، هذا لو فيرب اتر. اما لو فيرب افوار جينيرالمون اوتيليزي بور اكسبريمي لا بوسيسيون، بور اكسبريمي لا بوسيسيون. مثلا تنقولوا اما يعني الفعل يعني هذا افوار تستعمل بزاف باش تعبر على شي حاجه اللي انت عندك تتمتلكها. مثلا نقولوا انا عندي مشطه، انا عندي مشطه، يعني هذه غادي نستعملوا فيها لو فيرب افوار اللي هو جي اون بروس، جي اون بروس، ما غاديش نقولوا جو سوي اون بروس، يا قلنا جو سوي اون بروس يعني انا مشطه. لكن هذا تستعمل فيها يا كانت عندك شي حاجه غادي تقول جي انا عندي، ولا تويا اون بروس، واش بعدا انا واش بعدا ماشط بعدا شعري ولا صافي مزيان راك زوين صافي. كما قلنا جي يعني انا شي حاجه تنمتلكها، يعني كما قلنا لو فيرب افوار جينيرالمون اوتيليزي بور اكسبريمي لا بوسيسيون. نقولوا كذلك جي اون فواتور، عندي طوموبيل، عندي الباك، عندي حب الشباب، عندي كلب، يعني هادو كلهم تيتستعمل فيهم لو فيرب افوار، شي حاجه تتمتلكها عندك، عندي كونت فيسبوك، عندي كونيكسيون، عندي باراسول، عندي بي سي جيمر، عندي جوج ديال المايوات، عندي الكونيكسيون. شوف هادشي كامل غادي نشوفوه بالفرنسي. Et voilà, c'est parti. Kim Magunna radin choufou le verbe être. Wawa, je suis. Hadi, la première personne du singulier. Tengulu matelen, je suis fatigué ce matin. Ana, rien, had, sbah. Magadi chengulu, j'ai fatigué. J'ai, Kim Magunna, le verbe avoir. Diel, la possession. Diel, chihajali tetn telka. Nchoufou les autres pronoms personnels. Tu es fatigué. Ntaya, rien. دائما حنايا في لو فيرب اتر توي فاتيغي، نتايا عيان، تنطلقوا على الماسكولين والفيمينين. إلي فاتيغي هو عيان، يا كانت بنت غادي تقولوا إلي فاتيغي وغادي نزيدوا أ، إلي فاتيغي هي عيانة. نو سوم فاتيغي، حنايا عيانين، حنايا عيانين، نو سوم فاتيغي، فوزيت فاتيغي، أنتم يعني تعبانين، يعني بالدارجة تنقولوا انتوما عيانين، فوزيت فاتيغي، فوزيت فاتيغي. إيل سون فاتيغي، هما عيانين، إيل سون فاتيغي، هذا دائما في لو فيرب إتر. نشوفوا أمثلة أخرى في لو فيرب إتر. جو سوي سيغ، أنا متأكد، أنا متأكد، جو سوي سيغ، نقدروا كذلك نصرفوها في توي سيغ، إيلي سيغ. Nous sommes sûrs, vous êtes sûrs, ils sont sûrs. Je suis titulaire d'un baccalauréat. يعني أنا حاصل على شهادة البكالوريا.
Je suis titulaire. أما نقدروا نقولوا كذلك نستعملوها في لو فيرب افوار بمعنى تنقولوا جي لو باكالوريا، جي دو باكالوريا، عندي عندي الباكالوريا او عندي جوج ديال لي باكالوريا مثلا جي، ولكن ما غاديش نستعملوا تيتولير، نقولوا جي لو باكالوريا. يعني كاين بعض المرات نقدروا نستعملوا لو فيرب اتر ونقدروا نستعملوا كذلك لو فيرب افوار، ولكن يختلفوا الكلمات والسياق ديال الجمله، او بمعنى تختلف التركيبه ديال الجمله. جو سوي تري كونتون يعني انا فرحان، ما غاديش نقول عندي فرحان، لا، جو سوي تري كونتون انا فرحان. جو سوي جالوز هادي في الفيمينا، جو سوي جالوز، او بيان تو يي جالو، ولا إلي جالو، ولا إلي جالوز. ياك جو سوي جالوز يعني انا مغيارة، جو سوي جالوز يعني واحد الصفة فيا. جو سوي اون غوت يعني احنا تنعبروا على واحد لاكسيون، يعني انا في الطريق، انا في الطريق. كما قلنا لو فيرب اتر تيعبر على لاكسيون، على او على الحالة اللي انت فيها او الوضعية اللي انت فيها. جو سوي فوشي يعني انا مقطع او مقطع بيا الحبل، بهذا المعنى. يعني مثلا بعد ما تيكون عندك فلوس ولكن ما لقيتيش ترونسبور باش تمشي للدار، يا جو سوي فوشي، ولا ما عندكش الفلوس، محنسر بهذا المعنى. جو سوي فوشي يعني تتعبر على واحد الوضعيه ديالك اللي تتعيشها. جو سوي او بيان تو يي فوشي. جو سوي اون فاكونس يعني هادو كلهم نقدروا نصرفهم في 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 في, في لي زوتر برونون بيرسونيل. جو سوي اون فاكونس، انا دابا حاليا الوضعيه ديالي جو سوي اون فاكونس، يعني مسافر في عطله، جو سوي اون فاكونس. جو سوي رافي دو فير تا كونيسونس، انا دابا الوضعيه ديالي فرحان انني تعرفت عليك. ما غاديش نقولوا جي غافي، ما غاديش نقولوا عندي فرحان حيت تعرفت عليك، نقولوا جو سوي غافي دو فير تا كونيسونس. جو سوي اون فورم سو ماتان يعني انا اون فورم هذا الصباح هذا، انا بخير وعلى خير، انا صحيح هذا الصباح هذا. جو سوي اون فورم، جو سوي انا الحاله ديالي اون فورم. جو سوي مالاد سو ماتان، هذا مثال زوين. جو سوي مالاد سو ماتان يعني انا مريض هذا الصباح هذا، ما نقولوش جي مالاد سو ماتان. ياك نقدروا نقولوا بشكل اخر في سياق اخر، نقدروا نقولوا جي اون مالادي، جي اون مالادي، جي عندي واحد المرض، جي اون مالادي. ولكن في الهدف في بغينا نقولوا انا مريض، يا جو سوي مالاد سو ماتان. جو سوي توت افي داكور يعني انا متفق معك، جو سوي انا متفق معك نتايا. جو سوي كونفانكو انا مقتنع، انا مقتنع بهذا الشيء. جو سوي كونيكتي انا مكونيكتي، جو سوي كونيكتي. جو سوي كونتر ليميغراسيون كلانديستين يعني انا ضد الهجره السريه، جو سوي كونتر، جو سوي كونتر ليميغراسيون كلانديستين يعني الموقف ديالي يعارض الهجره السريه. Je suis pour la paix. أنا مع السلام. Je suis pour la paix. الموقف ديالي أنا مع السلام. يعني تنستعملو دائما في هادشي لو فيرب إتر. Je suis saturé. أنا صافي مبلوكي. راسي عامر. Je suis saturé. Je suis bloqué sur WhatsApp. يعني أنا تبلوكيت في الواتساب. شي واحد بلوكاني ولا. Je suis bloqué sur WhatsApp. دابا نشوفو لو فيرب افوار يعني شي حاجه اللي تتمتلكها، شي حاجه اللي في يديك. تنقولو جي ان بورتابل مثلا، جي ان بورتابل سون كارت سيم، عندي واحد البورتابل ولكن ما فيهش لا كارت سيم، خصني نشريها. عندي بورتابل سون كارت سيم، عندي بورتابل يعني هي جي، هذا لو فيرب افوار. tu as un portable، انت عندك بورتابل، انت tu as un portable، هو عنده بورتابل، راه حتى هو عنده بورتابل، إلا أن بورتابل، أو بيان إلا أن بورتابل. نو زافون حنايا، حنايا عندنا البورتابلات، حنايا. ما غاديش نقولوا هنا تنستعملوا لو فيرب أفواغ، ما نقولوش نو سوم دي بورتابل، يا قلنا نو سوم دي بورتابل يعني حنا بورتابلات، حنا ما يمكنش. فوزافي أن بورتابل، عندكم بورتابل. Ils ont des portables. عندهم portables. ما غاديش نقولوا
ils sont des portables يقولنا ils sont راهما رجعوا بورتابلات فهمتي جاي انا عندي اون اتيستاسيون دو ديبلاسمون عندي شهاده ديال التنقل ما غاديش نقولوا جو سوي اون اتيستاسيون دو ديبلاسمون يقول جو سوي يعني انا راه وليت شهاده ديال التنقل فهمتيني جاي اون امبريمونت ا لا ميزون يعني تنظن لا ليسون راه مفهومه ياك جاي اون امبريمونت ا لا ميزون عندي امبريمونت في الدار وتنحاول دائما نعطي واحد الامثله من صميم الواقع باش تحاولوا توظفوهم في الحياه ديالكم العمليه داكشي علاش دائما تنقول هذا الدرس او الدروس ديالي دروس عمليه جاي اون امبريمونت ا لا ميزون عندي الطابعه او عندي الامبريمونت في الدار جاي اون كونيكسيون تري لونت عندي كونيكسيون ولكن ثقيله جاي اون كونيكسيون جاي ان ابونمون نتفليكس عندي لابونمون عندي الاشتراك مع نتفليكس جاي ان ابارتمون اون فيل عندي شقه في المدينه جاي عندي لو فيرب افوار لو فيرب افوار عاوتاني هنايا جاي اون فواتور ا فوندغ عندي طوموبيله للبيع جاي دي شوفو ليس شعاري ملس اين قهوة تتجلس جاي دي شوفو ليس ou bien tu as des cheveux lisses and tu as des cheveux lisses عندك شعر ملس j'ai des yeux marrons عينيا يعني معسلين اي j'ai des yeux marrons j'ai une poussière dans les yeux عندي الغبره في عينيا j'ai يعني شي حاجه في عينيك يعني ما تسمعش حتى تمتلك ها ولكن شي حاجه عندك شاده عينك فيها الغبره ما غاديش نقولوا جو سوي اون بوسيير نقولوا جي اون بوسيير دون لي زيو عندي الغبره في عينيا جي دي بوش سو لي زيو يعني هما دوك لي سيرن الجيوب داك عينيك تتكون شويه كحله مع قوه الصهير جي دي بوش سو لي زيو جي دي غا دون مون كاراج عندي الفيران في الكاراج انت ماشي تتمتلكهم ولكن سميتو ولكن الفيران راه عندك في الكراج ديالك واخا ما تتمتلكهمش ولكن راه عندك عندك الطوبه في الكراج ما تقولش جو سوي نقولو جي دي غا دون مون كراج او بيان جي ان بي سي عندي بي سي او بيان جي دو مايو عندي جوج ديال المايوات باش يا صبونت هذا نمشي بلاخر نمشي نعوم به جي دو مايو وما غاديش نسلفك المايو ديالي اي جي دو لاكني سور لو فيزاج عندي حب الشباب عندي حب الشباب جي دو لاكني او بيان جي ان باراسول عندي الباراسول جي دي لونيت دو سولي عندي سميتو النظار ديال الشمس جي اون سيرفييت عندي الفوطا جي دو لارجون عندي الفلوس جي ان كونت فيسبوك عندي الكونت فيسبوك J'ai un compte Google, un des comptes Google, un des j'ai le verbe avoir ou bien tu as, un des hisab bancaire, j'ai un compte bancaire, un des club, j'ai un chien, un des club, j'ai un local commercial, un des واحد المحل تجاري. يا ما تعلمتيش لا كونجوغازون في هذا الفيديو اش غادي نقول لك سير تعلم الدارجه اون كومونس دون لو لانغاج كورون في اللغه الشفهيه On utilise trois temps de l'indicatif. تنستعملو ثلاثة أزمنة فقط. تنستعملو le présent, الحاضر. تنستعملو كذلك le passé composé. باش نعبرو على الماضي. Le passé composé أي الماضي المركب. وتنستعملو le futur simple باش نعبرو على شي حاجة في المستقبل. هنا تنشوفو je reste chez moi. هادي في le présent. Je reste chez moi. بمعنى أنا تنبقى في الدار. أنا تنبقى في الدار. Je, wawa, c'est un pronom personnel, damer shakhsi. Le verbe, c'est rester, c'est un verbe du premier groupe. Moi, hiya, c'est un pronom tonique, titsma, un pronom tonique. Ou l'hadaf dialo, bashi ekkad ala damer al-fa'il, li huwa je. Rester, hna tenchoufou had le verbe rester. Rester, c'est un verbe du premier groupe, yani li titsatabar min al-fa'il, dial al-majmoua al-oula. Le verbe rester se conjugue avec l'auxiliaire être. Se conjugue avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont.
هنا تنشوفوا لي برونون تونيك سيتادير موا كما شفنا جو ريست شي موا كاين توا كاين لوي ال نو فو او اي ال il سيرف ا انسيستي باش ياكدوا تيصلحوا باش ياكدوا سور لا بيرسون على الشخص اللي تيهضر باش يعني تيصلحوا باش ياكدوا على الشخص اللي تيهضر ou celle dont on parle ou الشخص اللي تنهضروا عليه bon moi وهو انا المقابل ديالها هو انا toi انت lui هو elle هي nous هي نحن vous انتم e ou bien elle في الفيمينال هم او هن هنا غادي نقومو بتصريف لو فيرب ريستي في لو بريزون اي الحاضر بمعنى دابا هنا خدينا هاد العباره هادي جو ريست شي موا موا كيما قلنا سي ان برونون تونيك يعني انا تنبقى في الدار جو ريست شي موا جو ريست شي موا tu يعني نتايا انت تتبقى في الدار tu ريست شي توا انت تتبقى في الدار يعني نشوفوا هنا لي تيرمينيزون هنا تيتبدلوا ياك هنا اس انت تتبقى في الدار هو تيبقى في الدار il reste chez lui كما قلنا lui c'est un pronom tonique il c'est un pronom personnel هو تيبقى في دارو il reste chez lui nous دابا حنايا nous restons chez nous nous restons chez nous حنا حنايا تنبقاو في ديورنا حنا تنبقاو في ديورنا او تنبقاو في دارنا يعني هاد نو هاد لو برونون تونيك باش ياكد على لو برونون بيرسونيل تاكد على هاد لاكسيون انا حنايا تنبقاو في ديورنا فو فو ريستي شي فو فو ريستي شي فو انتم تتبقاو في ديوركم انتم تتبقاو في ديوركم يعني هذا كما قلنا لو بريزون هذا الحاضر تتبقاو في ديوركم فو ريستي شي فو il يعني كاع لي فيرب ديال لو بروميير جروب لي تينتهيو ب ار كما قلنا هذا ريستي او بيان مانجي او بيان بارلي كلهم سو كونجوغ دو لا ميم مانيير تيتصرفوا بنفس الطريقه il reste chez eux تيبقاو في ديورهم chez eux تيبقاو في ديورهم او تيبقاو هادي تيبقاو في ديورهم chez eux هذا لو بريزون بالنسبه للباسي كومبوزي وهو الماضي المركب يعني كما تنقولوا هذه اللغه الشفهيه ياك بالنسبه لي زوتر يعني الازمنه الاخرى تستعملوا في اللغه المكتوبه اللغه الفرنسيه المكتوبه je suis resté chez moi يعني هذه واحد لاكسيون لي دازت في الماضي je suis resté chez moi انا بقيت في الدار يعني حنا تنشوفوا حتى في الدارجه حنا تتبدل انا بقيت في داري او انا بقيت في الدار je suis resté chez moi tu es resté chez toi يعني انتبهوا هنايا لي تيرمينيزون ما تيتبدلوش tu es resté chez toi نتايا بقيتي في داركم نتايا بقيتي في داركم tu es resté chez toi il est resté chez lui il est resté chez lui هو بقى في دارهم lui بمعنى هو il est resté chez lui بقى في دارو هو بقى في دارهم nous sommes يعني نحن حنايا بقينا في ديورنا nous sommes restés chez nous حنا بقينا في ديورنا nous sommes restés chez nous vous انتم او بداية جنسة نقولو انتم بقيتيو في ديوركم vous êtes restés chez vous بالنسبه لا تيرمينيزون ديال جو او تو ايل ما تيتبدلوش وبالنسبه نو او فو او ايل تيتبدلو تنزيدو اس vous êtes restés chez vous انتم بقيتو في ديوركم انتم او بالدارجه انتم بقيتو في ديوركم ايل هما بقاو في ديورهم هما بقاو في ديورهم او بيان هم او هن بقاو في ديورهم هنا غادي نشوفوا ان اوتر مود وهو لو مود لامبيراتيف
أو الإلزامي. لو مود يعني لامبيراتيف او بريزون. كما تنشوفوا هنايا لامبيراتيف بريزون اي ديستيني ا انونسي ان اوردر او اون انترديكسيون. يعني هذا لامبيراتيف هذا الالزامي يعني في لو بريزون في الحاضر هو يصلح باش 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 لتأدية واحد الامر باش نقولوا واحد الامر ياك او بيان او واحد المنع اما واحد الامر ولا واحد المنع. هذا هو الهدف ديال هذا الامبيراتيف. حنا نشوفوا في لي زيكزامبل بحال مثلا غادي نقولوا فينيسي فو ديفوار، يعني هناك امر يعني سالي خدمتك، سالي الواجبات المنزليه ديالك. فينيسي فينيسي تتقال بحال هكا بلا ما تنستعملوا لو برونون بيرسونيل، تنقولوا نيشان فينيسي فو ديفوار. نو ديسكوت با، هنا منع يعني صافي ما تهضرش، ما تزيدش شي كلمه اخرى. نو ديسكوت با، ما تهضرش، لا تتكلم. هذا تيتسمى لامبيراتيف، يعني شي حاجه الالزاميه، اما باش نقولوا واحد الامر او واحد المنع. va voir tes grands parents، هذا امر يعني سير شوف جدك او سير شوف جدك او جدودك او tes grands parents، يعني